هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه مستمرة الموجة شديدة الحرارة، وأن الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 39 بتتخطى ال 40 في معظم المحافظات، يعني استمرار الموجة الحارة مع كمان ارتفاع نسب الرطوبة، تفاصيل بقى مع حضرتك. بالفعل احنا الموجة شديدة الحرارة اللي بنشهدها يمكن من نهايات الاسبوع الماضي مستمرة معانا، زي ما الخرائط والتوقعات أمامنا بتشير إنها مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي. طبعا درجات حرارة مرتفعة أعلى من المعدلات الطبيعية على أغلب مناطق الجمهورية بقيم متفاوتة. أيضا اليوم وغدا تعتبر أو نقدر نطلق عليها أنها ذروة الموجة بارتفاع حوالي درجة لدرجتين عن الأمس، وبالتالي اليوم زي ما حضرتك قلتي متوقع ان اعلى درجة حرارة نوصل ليها على القاهرة خلال فترات الظهيرة هتكون 39 درجة مئوية، طبعا بيتم قياسها في الظل، وبالتبعية كافة مناطق الجمهورية اليوم وغدا يمكن بتسجل اعلى درجات حرارة خلال الموجة الحالية. مناطق من السواحل الشمالية هتوصل عليها العظمى اللي يتم تسجيلها لحوالي 35 درجة، وهتوصل ل 45 على المحافظات الجنوبية. فعلا ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية. مستمر معنا طبعا الارتفاع ده زي ما أشرنا حتى نهاية الأسبوع الحالي. لو اتكلمنا عن سبب الموجة الحالية زي ما دايما بنقول، هو تأثرنا بشكل كامل بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيفرض سيطرته على مصر بشكل كامل، وبيجلب كتل هوائية قادمة من مناطق شديدة الحرارة، طبعا مع وجود نسب كبيرة أو عالية من الرطوبة على كافة مناطق الجمهورية، بالإضافة لوجود عامل مهم جدا وهو امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. كل العوامل دي مع بعضها بالتأكيد بتكون هي السبب في ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل. أيضا بيساعد في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لارتفاع نسب الرطوبة هو هدوء سرعات الرياح. يمكن على مدار اليوم والغد هيكون في هدوء كامل وسكون لسرعات الرياح خلال ساعات النهار، ودي هتكون من أهم العوامل اللي هتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وهتخلينا نحس بدرجات الحرارة على القاهرة وكأنها أكثر من 40 درجة مئوية. كمان في فرص للشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون خلال ساعات الصباح الباكر، لكنها مش بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كامل، لكنها على كل حال موجودة، بتبقى موجودة تقريبا من بعد وقت الفجر وحتى وقت سطوع الشمس، وبمجرد طلوع الشمس بتبدأ تتلاشى بشكل تدريجي. كمان عايزين نشير انه من يوم الثلاث تحديدا هيبدأ يحدث بعض فرص الأمطار الخفيفة والغير مؤثرة على مناطق من أقصى جنوب مصر عند الحدود الجنوبية المصرية، بنتكلم مثلا على أبو سمبل ومناطق من حلايب وشلاتين. أيوة. بداية من يوم الثلاث هيكون عليها فرص لأمطار خفيفة ممكن تحصل بنسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 30%، لكنها على كل حال فرص موجودة، بالإضافة إنها ممكن يكون معها إثارة لبعض الرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من هذه السحب. حتى لو ما حصلش أمطار على المناطق الجنوبية ممكن فعلا تشهد أيضا إثارة للرمال والأتربة نتيجة تساقط الأمطار على مناطق من شمال السودان، والرياح بفعل الرياح هتبدأ تحركها شمالا علشان تدخل إلى الحدود المصرية. ده يمكن إجمالا حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله. طيب يعني هل الرياح المثيرة للأتربة دي هتكون برضو موجودة معنا في القاهرة؟ لا، القاهرة طبعا والمناطق الشمالية الجمهورية مش هتتأثر بده خالص. هو سبب الأمطار الخفيفة دي أو الصيفية يمكن البعض يستغرب يقول إزاي في أمطار بتكون في أنا كنت لسه هسأل نفس السؤال. هو الحقيقة الأمطار الصيفية اللي بتحصل في مصر هي بتكون فرص أمطار ضعيفة جدا وخفيفة، وبتكون نتيجة وجود ما يسمى بالفاصل المداري. في خط أو شريط وهمي يسمى الفاصل المداري، ده بيتذبذب حوالين خط الاستواء على حسب كل فصل من فصول العام،
خلال فصل الصيف الخط ده بيكون شمال خط الاستواء، يعني بيكون في السودان، وده بيكون بسبب التقاء الكتل الهوائية الشمالية الجافة اللي بتكون قادمة من مصر وبتمر على شمال السودان. بتلتقي الكتل الشمالية الجافة دي مع كتل هوائية رطبة قادمة من خط الاستواء أو من الجنوب. عند التقاء الكتلتين دول مع بعض بيبدأ يحصل تكاثر للسحب الممطرة والرعدية، ودي بتكون هي سبب الأمطار الموسمية الغزيرة اللي بتكون موجودة حاليا على العديد من المناطق الموجودة في جنوب إفريقيا. يعني هنلاقي أمطار الفترة اللي جاية دي غزيرة على مناطق من السودان وإثيوبيا، وبالتالي أطراف السحب دي بتبدأ تتقدم شمالا، بتبدأ تدخل عندنا في الحدود الجنوبية على جنوب المصرية. مصر بالتأكيد، وبتكون هي سبب الأمطار الخفيفة، ولأنها طبعا أمطار رعدية بيكون معاها هواء هابط بشكل كبير جدا من أسفل هذه السحب على أرض صحراوية سواء جنوب مصر أو شمال السودان، بتؤدي لإثارة قوية للرمال والأتربة. عشان كده قلنا حتى لو ما حصلش أمطار على جنوب السودان، على جنوب مصر، هيكون عندنا على جنوب مصر إثارة للرمال والأتربة نتيجة الرياح الهابطة من السحب دي على شمال السودان، وبفعل الرياح هتبدأ تتحرك بيها شمالا علشان تدخل بيها إلى جنوب مصر أو الأقصى جنوب مصر عند أبو سمبل زي ما قلنا، ومناطق من حلايب وشلاتين. طيب دكتور محمود، بالنسبة لحركة الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر؟ طبعا هي بتشهد اعتدال تام، حركة الملاحة البحرية سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، اعتدال تام في حركة الملاحة البحرية. ارتفاعات الأمواج سواء على البحر الأحمر أو المتوسط لا تتجاوز 2 متر. الارتفاعات دي بتخليها مهيئة تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، كمان مهيئة أمام المصيفين وأمام المصطفين على الشواطئ، خاصة أننا في فترة أجازة. السواحل الشمالية دايما درجات الحرارة فيها حتى وإن كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية ضمن الموجة الحالية، إلا أنها بالتأكيد هي الأقل مقارنة بباقي مناطق الجمهورية. ارتفاع نسب الرطوبة بالتأكيد على السواحل الشمالية هو الأعلى، لكن حتى مع ارتفاع نسب الرطوبة على سواحلنا الشمالية بتظل السواحل الشمالية هي الأكثر لطفا أو الأكثر اعتدالا من حيث درجات الحرارة ومن حيث الأجواء المعتدلة تماما. كمان خلال ساعات الليل السواحل الشمالية الأجواء فيها بتكون معتدلة جدا، بتكون درجات الحرارة الصغر اللي بتم تسجيلها خلال ساعات الليل في حدود 23 درجة مئوية، طبعا مقارنة ب 28 و29 بتسجلها القاهرة الكبرى، وأكثر من 30 درجة بتسجلها محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات الليل. وبالتالي السواحل الشمالية الأجواء فيها معتدلة تماما، أما شواطئ البحر الأحمر فيها أيضا اعتدال في ارتفاعات الأمواج، لكنها بتدخل من ضمن المناطق شديدة الحرارة واللي تتجاوز فيها العظمى خلال ساعات النهار إلى 40 درجة مئوية. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع القاهرة يكون العظمى فيها 39 والصغرى 28، والعاصمة الإدارية 40-27، الأسكندرية 35-25، والعلمين الجديدة 34-25، مطروح 33-24، ودمياط 34-27، بورسعيد 35-27، والإسماعيلية 41-25، السويس متوقع فيها العظمى تكون 41 والصغرى 25، والعريش 37-24، أما كاترين 34-20، وطابة 39-28، حلايب 37-31، شلاتين 42-30، شرم الشيخ 41-31، أيضا الغردقة 41-31، الفيوم 41-24، بني سويف 41-25، الوادي الجديد 44-24، وأسيوط 42-26، سوهاج 43-27، إنا 44-27، الأقصر 44-28، وأسوان 45-30. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، وطبعا ياريت ناخد احتياطاتنا بما ان احنا بنمر بموجة حارة، يعني ياريت كل الاحتياطات من تجنب التعرض المباشر لدرجات للشمس، وطبعا في أوقات الظهيرة تحديدا نحاول ان احنا يبقى معانا مية. كل الإرشادات اللي بتقول لنا عليها هيئة الأرصاد الجوية ياريت نتبعها. دلوقتي هنرجع مرة تانية لمنة ومحمد لمتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة. شكرا.